الجاموس فوائد كثيرة، وبالأخص حليب الجاموس. وبقويانة بهاي الجولة راح تتعرفون على فوائد حليب الجاموس وأيضا خفايا وأسرار نسمعها لأول مرة. حياك الله ابو احمد. اهلا وسهلا، شلون صحتك؟ الله يسلمك. نريد نعرف حليب الجاموس هواي بفوائد. اي نريد نعرف حليب الجاموس شنو فوائده؟ حليب الجاموس للي عنده فقرات، ايه اللي عنده كسر، الدكتور نفسيته هو يدزه على حليب الجاموس. جميل. فوائد هواي، هذا شلون يسك العظم سك، هو فوائده بالعظم. حليب الجاموس نادرا احسن حليب هو حليب الجاموس فعلا، مقارنه ويا الابقار وهذا. أيه. حليب الجاموس غني بالبروتينات، هو بالبروتينات هو فائده بهواي. ابو احمد اذن لهن تسميات هسه. هاي احنا نصيح لها ورده، شي شوي حلوه ورده. اي حلو زين. فهمن كلامك، اي فهمن صوتك، يعرفون ريحتك شلون، حتى اذا الصبح تجي يعرفون انت تريد تطين على. عجيب. يظل ينتظرنك لما من الصبح لما تنعرف. يلا راعيهن يعرفون المراعيهن، هسه اذا توصل للوحده الثانيه تقتلك. انا هسه اذا اروح تقتلني؟ اي تقتلك، لان تشتم سبحان الله جسمك تعرفك انت مو راعيها. ايوه حتى لو تبدل مو ملابس. اي لانه انا انسان غريب وجاي. اي مرات بالحليب ما تنطي الواحد الا راعيهن. حليب شو وقت تحلبونهن؟ الصبح لو؟ مثل اول ما تجيب الصبح وعصر. الصبح وعصر. اي. زين. ومن شوي يكبر ابنها يخلونها وقت واحد، لو الصبح او العصر. الصبح لو عصر. اي على مود هم الحليب تجمع، وهم هي على مود تطلق فحل. جيد. الفتره فتره الحمل بالنسبه للجاموسه ايش قد؟ 10 اشهر اكثر بهن، مو سوى 11 شهر بهن تبقى. صغير الجاموس شنو؟ شو اسمه؟ هاي الحولية النثية. النثية. والذكر نسميه شفج. شفج. اي ذكر، هذا الشفج ذكر اسمه الشفج. هاي طبعا معلومه لاول مره نذكرها. هاي قديمه، هن قبل يسمونه الشفج، هو فحل يسحوله فحل مال دواب، بس من هو صغير يسحوله الشفج. الشفج. زين حلو. ابو احمد خلال موسم الصيف هواي نشوف الجاموس يحتاج المي، دائما يسبح ودائما، شنو السبب؟ بالشتاء ما يحتاج. بالشتاء ما يحتاج، بارد الجو، بالصيف الجسم حار. اذا ينام بالشط او يسبح يرتاح باعتبار منطي علف. شلون العلف جسمه يرتاح؟ وده ينام اكثر من 3 ساعات. يعني السبب انه درجه الحراره الموجوده درجة بجسمه على مود هو يبرد، هو يبرد جسمه يسبح. اها مو مثل هاي شيء ما تسبح، هاي لا، هو اهم شيء المي. شنو الاكل المفضل للجاموس؟ اكثر شيء هو القصب والحلفه نطيه والعلف، اي شيء حتى لو جت تطيه ياكل. ياكل كل شيء. كل شيء ياكل. انا جاي اشوف العلف المفضل الى مثل تطي تبن والخال، الحين هذا مفضل له العلف. جاي اشوف اكو خس واكو هذا. اي شيء مدللهن انت مدللهن؟ ها شتا ماكو اي شيء تطيرهن. اي كل شيء صحيح فعلا. ابو حميده اذني حوليا الهن تسميات؟ ايه هاي بشنو؟ هاي شوفها ديشه غبشه راس ابيض. هاي شوف نقطه نقطه ديشه يمه قرحه، شوف والله هاي شوف شي قرحه قرحه. هو اكو عندنا واحد ابيض هناك سبيل ابيض ذني قد عمر وقو فوق شي فوق هاي اوكي هاي ابيض شي العيون سود شنو؟ ودي تبقى عيون سود هاي شي قرحه 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 اكو بشره6 اشهر 7 اشهر 5 اشهر 5 اشهر Thank you.
ابو حميده راح يحاول يحلب لنا جاموس. حد لنا بنت صغير احنا نقول نشوف تشوفون الحليب. هاي الحولية عمرها شهر ونص تقريبا. هاي أنثى الجاموسة اسمها الحولية النقطة. ليش النقطة؟ اعتقد أن بها هاي النقطة.